يعني اولياء امور بيقولوا ولادنا ضاعوا الامتحان، والطلبه بيقولوا امتحان كان بالنسبه محتاج 5 ساعات بس عشان تقدر تفكر، وانه امتحان كان صعب قوي، وجزء القراءه كان كبير جدا، كان محتاج على الاقل ساعه ونص عشان تقرا الامتحان، وكله مركز على ده، وانه مجهود السنه ضاع، النحو في منتهى الصعوبه والوقت غير كافي، اصعب بكتير من الامتحان التجريبي والوقت قليل. الامتحان كان في مستوى الطالب المتفوق وليس المتوسط ولا حتى الضعيف. ردود سيادتك ايه؟ اتفضل يا فندم. ما هو كمان عشان كده قلت لك كله على الكل. لو انا بقول ايه؟ انا كنت محتاج 5 ساعات. خلاص؟ ده ما ينطبقش على ابني بس، ده ينطبق على مثلا 150,000. وبالتالي النمر هتطلع متناسبه، لان احنا ما بنحاسبوش على النمره الكامله. يعني كلهم كانوا شايفين انه هياخد 5 ساعات وهما كان عندهم 3، هنقارنهم ببعض، هنقارن ادائهم ببعض. كلهم اتعرضوا للمشكله، احنا كلنا اتعرضنا لنفس الحاجه. وبالتالي المتفوق هيفضل متفوق والتاني هيفضل وراه، نفس التوزيع هيطلع هو هو. على فكره ده التوزيع هو هو بس بارقام مختلفه. ما يهمنيش بقى الارقام، دخولي الجامعه يعتمد على مكاني من القمه. القمه نزلت ل 70 بدل 100، خلاص انا 68 يبقى انا زي الفل. في يعني ما اقلقش من النقطه دي لانها علينا كلنا. والمقارنه بيننا كلنا. في بعض الكلمات اللي جت النهارده، هل فعلا موجوده ولا لا؟ جمع كذا او جمع كذا، بعض الحاجات، هل ده صحيح ولا ده ناس يعني من عندها؟ ناس من عندها. أنا قلت لك في ناس بتؤجل. في ناس عشان يعني تم تداول وسيادة الوزير مش صحيح؟ ما ده اللي بقوله لحضرتك. في حاجات كتير قوي متداولة ومش صحيحة. مش صحيح. في ناس ألفت أسئلة ونشرتها على إنها صعبة وهي مش موجودة في الامتحان. والامتحان معانا. بس اعتمدوا على إيه؟ إن الولاد كانوا مرجعين ورقة الأسئلة، فما فيش بقى حجة. احنا هننشر الامتحان وندور فيه على السؤال ده. نعم. طيب بالنسبه لبكره دي حاجه. دي حاجه، دي نقطه مهمه، لانه معنى كده ان في ناس اهو من مصلحتها اثاره البلبله. وفي ناس نشرت امتحان وغيرت بفوتوشوب الزمن وقالوا الامتحان ده بتاع النهارده كان معانا الساعه 5 الصبح. بس نسي يغير الديت اللي فوق فكشه. يعني هو غير توقيت تحت عشان يدي لك الايحاء ده. ليه؟ عشان اما يقول لك معايا امتحان بكره تصدقه وتدفع له فلوس. فكده الاهالي يجي لها يبعتوا لي بيقولوا لي شفت اهو الامتحان متسرب من الصبح وما صدقوه على طول. الحاجات دي بتعمل بلبله كبيره، فجزء كبير جدا 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 من اللي حضرتك شايفه بيجي من تزوير زي ده ونشره على السوشيال ميديا، والغريب سرعه انتشاره كمان اللي وراها جهات محترفه يعني، وسرعه انتشار سؤال لم يرد في الامتحان على انه ورد وصعب تدليلا على الصعوبه الكاذبه. واختيار ناس نطلعها في فيديو تعيط وتعمل عشان تدينا هذا الايحاء، وناس تدخل في الجروبات تتخانق علشان برضو تدي نفس الايحاء. الاهالي الطبيعيين بيصدقوا الكلام ده بيقلقوا. أنا بقول لهم يا جماعة والله لو عايزين نصيحتي لا نبص على سوشيال ميديا ولا غش ولا حاجة خالص، ندي الولاد هدوء ونقول له روح اعمل أحسن ما عندك في الوقت المتاح، ما تبصش لا يمين ولا شمال ولا تدور على حلول امتحان ولا تجري ورا واحد بيقول لك أنا معايا الامتحان، والمقارنة هتبقى بينك وبين زمايلك نسبية بحتة، وكلكم هتروحوا الكليات اللي تستحقوها بأدائكم ده مش بالنمر المطلقه بتاعت زمان بس. ودي سيادتك النصيحه بتاعت بكره كمان لرحم بكره ان شاء الله. نصيحه لكل الامتحانات. نعم. سياده الوزير مره ثانيه كل التحيه. هل عندنا اجراء ممكن يعني مواجهه هذا الامر على من خلال التكنولوجيا اللي حصل النهارده عشان ما يتكررش الايام الجايه؟ حضرتك شايف انها معركه كبيره جدا جدا. لو اي حد مكاننا هيتعب. في عدد كبير جدا جدا كان بيصل الى الكليات بالغش، والعدد ده مش هيسكت. فبالتالي دي مشكله اجتماعيه مش مشكله الوزاره بس، لان احنا منوطين بالتعليم، يعني صعب نشتغل
تعليم وامن وكده، بنحاول. بس كمان لازم كلنا نبقى عارفين دي ظاهره عشنا معاها سنوات طويله، وهي ليست للاسف، انا اسف اقول كده، ليست قصيره على الثانويه العامه.